البداية الحمد لله كانت موفقة بالنسبة إن احنا تغيير جهاز فني. الراجل كان لسه يعني ماسك الفرقة قبل الدوري بحوالي 3 4 أيام، فكان بيعتمد على آخر مباراة الأهلي الفرقة شاركت فيها، والحمد لله فوزنا في 3 لقاءات ممكن انتهى في المباراة الأخيرة. أنا شايف البداية السنة دي موفقة عن السنة اللي فاتت، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن الفترة الجاية. كابتن ممكن اسالك بس على حته المنتخب؟ لا ما كنت فقط منتخب مصر طبيعي في دماغي وموجود، بتمنى التوفيق للمنتخب الفتره اللي جايه سواء انا موجود او مش موجود. الاختيارات دي راجعه للجهاز الفني، المنتخب هو المسؤول الاول والاخير عن الاختيارات، اختيارات اللعيبه يعني. بس اتمنى التوفيق سواء انا موجود او مش موجود. نفسيا بتقابل الحته دي ازاي؟ يعني متعين من القايمه بتاعه المنتخب عماد متعب مش موجود في المنتخب، انت بتقابلها ازاي؟ يعني انت بتلعب مع انديتها وبتروح المنتخب في الوقت اللي الجهاز الفني، وما ينفعش اي لعيب يعترض على الاختيارات دي، وفي الاخر هو لعيب كوره بيأدي المطلوب منه، هو ليهم رؤيه، كل مدرب ليه رؤيته يعني. بالنسبه ان انا بقابلها ازاي، شيء طبيعي نفسي اكون موجود في المنتخب، لان انا الحمد لله من يوم ما لعبت كوره وانا سواء في مراحل الناشئين كنت في منتخب مصر او مع المنتخب الاول موجود في السنين اللي فاتت كلها، فببقى متضايق، لكن في نفس الوقت بعمل اللي عليا مع النادي، وطول ما انا موجود وبلعب وجاهز الفرص بتبقى كبيره. طب انت شايف يا كابتن يعني خروجك او استبعادك من المنتخب منطقي وطبيعي ولا في تجني وظلم ليك؟ لا انا بص، كل واحد لما بيجي يتكلم عن نفسه بيحكم على نفسه من منظوره هو، لكن انا ما ينفعش احكم، من الناس هي اللي تحكم او الجمهور او الجهاز الفني زي ما بقول لك. المنتخب هو المسؤول الاول والاخير عن الاختيارات يعني، فما ينفعش.